الفريق العالي للمسلمين وكشف الغمة عن المسلمين وجمع شمل المسلمين وبارك لنا في ذكره وذكر حبيبه الأمين صلى الله عليه وسلم وفي هذه الاحتفالات ويجعل فيها من التنزلات والعطايا الجزيلات ما يجعل ويجعل في مجالس المحبوبين والمقربين والموهوبين وأهل اليقين وأهل التمكين من الأولين والآخرين يزيدنا من فضله ما هو أهله يغمرنا بفائضات الجود يسعدنا بعظم سعود يجمعنا بصاحب المقام المحمود بلغنا الامل والقصود ويشفي مرضانا ويعافي مبتلانا ويصلح ظواهرنا وخطايانا ويدفع الجهل عنا ويرفع العقوب عنا ويرفع الافات عنا وعن امه الحبيب صلى الله عليه وسلم في المشارق والمغارب يحول الاحوال الى احسنها يرفعنا مراتب اهل قربه ودنو اليه في خير لطف عافيه هم واصرفنا صالحون الاكرمون من وقت بالزمان من واصرفنا بنونا ما حاط بعلم الله صالح النيات لنا ولكم ولجميع الامه والى حضره النبي ولم تجد في الورى حرا له كرم يرجى نداه ولا صبح عن الجان فلذ بمن سبح الحصباء بيده واقصد كريم السجايا مطلق العاني محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين فلذ بمن سبح الأصباء في كف يدي صلوات ربي وسلامه عليه وهذا اليوم يوم الليال به عليه الصلاة والسلام في العالم تجري أشياء كثيرة ولكن عندنا يقين أن مقدر الأمور مدبرها واحد وهو الله وأن الباب إليه محمد صلى الله عليه وسلم وقد امتدت إلينا حبال من هذا الباب فنحن متوجهين بهذه الحبال إلى الباب إلى رب الأرباب في صلاح أحوالنا والأمة كلهم أجمعين كل منكم يتوجه وكل يطلب له ولجميع المسلمين في العالم كله ولا يخيبنا الله بحبيبه ان شاء الله.
محمد. صلي وسلم عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة. أيوه صحيح.